مشاهدينا الكرام صباح الخير مرة أخرى، برحب بحضراتكم وتغطيتنا مستمرة لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة على قناة نيل الأخبار للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى والتي تقام في 14 محافظة من محافظات مصر. هذه الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وثاني انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير. النهاردة يوم مهم جدا بالنسبة لكل مصري، بناشد كل مصري أن هو ينزل ويشارك، سواء ليك في السياسة أو مالكش في السياسة انزل وشارك باللي هيمثلك واختار اللي هيمثلك في البرلمان. اسمحوا لي ان احنا في هذا الحوار نتكلم اكتر من الناحية القانونية وكيفية ان يكون صوتك صحيح في اختيار النائب المناسب ليك. هيشرفني في الحديث عن هذا الموضوع المستشار حسني سيد وهو المحلل السياسي وايضا المحامي بالنقد. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك فندم واهلا بالسادة المشاهدين. عايزه ابدا من الاول من الناحيه القانونيه علشان العمليه الانتخابيه تكون يعني بتسير بشكل صحيح وبشكل سليم، ايه هي الاجراءات بالظبط؟ وبطبيعه الحال بس انا كنت عايز اقول قبل ما ادخل في الموضوع ده ان انا بهني الشعب المصري بالعضويه المؤقته عن عام 2016 و2017 لمجلس الامن، خطوه عظيمه قوي مصر عملتها، خطوه جايه وحققتها وجاية معاصرة لأول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الواقع امبارح الانتخابات البرلمانية في خارج مصر كانت مشجعة، وكانت اعتقد ان كل مصري في الخارج كان فرحان قوي وهو بيتجه للسفارة بتاعتنا او القنصلية في البلد اللي هي بنمثل دولتنا فيها وبيدلي بصوته. وطبعا اعتبر يعني اعتقد ان النهاردة التكملة للانتخابات خارج مصر، وبإذن الله هتتم بخير وهنبقى كلنا فرحانين يا رب ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى هو اول يوم هنا داخل مصر. اما بالنسبه لاول يوم داخل مصر وبالتحديد يعني عشان احنا دلوقتي في القاهره وقاهره مجاوره للجيزه، وانا مريت اثناء قدومي الى التلفزيون بمنطقه الجيزه فوجدت ان الناس من بدري قوي بيبتدوا يتجهوا للجان اللي هم اللجان الفرعيه اللي اسمائهم فيها. يعني تقريبا قبل بدء العمليه الانتخابيه بساعتين. اكيد، لان احنا طبعا باذن الله النهارده هنبدا الساعه 9 وهتنتهي الساعه 9 وفي فتره راحه من 2:30 ل 3:30، فطبعا عشان الاقبال باذن الله اعتقد هيكون شديد، فالناس بتسعى من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده المبكر للتواجد امام اللجان الانتخابية عشان يجدوا مكان وعشان يقدروا يخلصوا ويمشوا. برضو كذلك انا بهني الشعب المصري بمدى كفاءة الوزارة الجديدة، يعني الوزارة الجديدة النهاردة شارك في هذا العرس مش اقل من 10 وزارات من الوزراء بتوعنا، على رأسهم طبعا الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية والوزراء المساعدين. من النهاردة بنبص برضو بنجد ان وزارة العدل ما شاء الله يعني عاملة حضرتك تجهيزات كاملة بالنسبة للقضاء والإقامة والإعالة والانتقالات بالتعاون مع القوات المسلحة. وزارة الدفاع مش بتأدي خدمات للشعب المصري بأن هي تنقل رجال القضاء من مكان لمكان، لا دي بتحفظ الأمن كمان على حدودنا سواء الغربية أو الشرقية أو في الجنوب. سعادتك بالإضافة لكده طبعا الدور الذي لا ينسى بالنسبة لوزارة الداخلية ورجالها البواسل الشرطة المدنية، حضرتك تواجد كثيف جدا لتحقيق خطط أمنية تم وضعها مسبقا والتدريب عليها، خطط احتمالية ربما نصادفها وربما لا، يعني يسعدنا يعني ان احنا ما نصادفش ما ننفذش الخطط دي، ولكن يسعدنا كذلك برضو التواجد الأمني اللي احنا عايشين فيه. احتياط واجب. ما تنسيش حضرتك برضو دور وزارة الصحة، وزارة الصحة وفرت طبعا العديد من عربيات الإسعاف والمستشفيات
المستشفيات، مش عشان نتوقع الخطر، ولكن حضرتك هو الطبيعي ان احنا نجهز المقرات الأمنية بسيارة إسعاف وسيارة مطافي تبع الخدمة الأمنية الشرطة. ما تنسيش حضرتك الإعلام برضو، الإعلام بيحقق النهاردة نتيجة طيبة جدا، مش الإعلام القومي فقط ولكن كذلك القنوات اللي هي في مصر كلها اللي بتتابع العملية، العرس الجميل قوي بتاع الانتخابات النهاردة. تعالي حضرتك، كل واحد ليه دوره طبعا. المحلية التنمية المحلية عملت خدمات كتيرة جدا تمهيدا لهذا العرس. وزارة التربية والتعليم دورها مش قاصرة بس على التعليم، ولكن على تربية النشء والشباب على كيفية المشاركة في العملية الانتخابية. وزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت برضو بتدعم هذا العرس بشباب من الشباب بتوعنا الرياضيين اللي هم بيساهموا في تنظيم العملية الانتخابية. سبحان الله، حتى وزارة الآثار، وزارة الآثار المناطق الأثرية بتاعتنا كل في مصر، كل الأدوار دي يا فندم بتتكاتف مع بعضها طبعا في وزارة الآخر. وزارة الكهرباء كمان لحسن بعدين يزعلوا بتوع الكهرباء وفروا في المجال نمسك واحد واحد بانو ولذلك أنا طبعا سعيد جدا النهاردة، أتمنى من كل مصري سواء كان معارض أو كان مؤيد، سواء كان بيختلف أو ما كانش بيختلف، حتى لو ملوش في السياسة وهو فعلا إحنا الشعب عندنا حضرتك بينقسم لجزئين، الشعب اللي هو السياسي اللي هو أسماؤه موجودة في الكشوف الانتخابية هم من لهم حق ممارسة الحياة السياسية، ولكن الشعب اللي ما بيمارس بيؤيد وبيدعم، كل أسرة بتدعم أبنائها وتحسهم على أنهم ينتقلوا إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم. في الواقع أن كل مصر النهاردة عليه واجب وحق، هو حق من حقوقه أنه هو ينتخب، ولكن واجب قومي أنه هو يروح ويدلي بصوته. طب إحنا كلنا المستشار النهاردة كمصريين يجب علينا أن إحنا نحقق الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، وأن يكون لدينا برلمان في نهاية في خلال شهر ديسمبر 2015 عشان تبدأ الحركة والمسيرة الدور، وعشان مصر تاخد موقعها على الخريطة بتاعت التنمية والإنتاج والاقتصاد. أكيد طبعا. أصلا بصراحة عايز أتكلم لأن حابب نتكلم بس أنا عايز أتكلم أكتر من الناحية القانونية، لأن في ناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي، أو مش عايز أقول كتير ولكن في البعض من اللي بيسمعنا مش عارف بالظبط الخطوات اللي المفروض يقوم بها في العمليه الانتخابيه. يعني في ناس بتغلط غلطات بسيطه جدا وللاسف الشديد بتؤدي الى بطلان صوتها. انا عايزه بقى يعني ايه، مش عايزه ده يحصل خالص، فبالتالي عايزه اسمع من حضرتك عن ازاي كيفيه الصوت يبقى صحيح وسليم في العمليه الانتخابيه. هو كل مواطن ومواطنه يتجهوا للمقر الفرعيه اللي هي اسمائهم فيها. طبعا بدايه السطر بقى ان احنا ازاي نعرف اللجنه بتاعتنا والرقم في الكشوف. فحضرتك من السهل قوي على اي مواطن انه يتصل ب 15 15، هيعرف على طول بمجرد الاتصال خلال ثواني، او ان هو يتصل بالخط الارضي او يتصل باللجنه، لجنه الانتخابات اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه في البدايه فورا. بس هي 15 15 ولا 51 51؟ انت بقى انا اتلخبطت، انا لسه قايل منهم بقى. ايوه 51 51. ايوه فلذلك هنا ايه حضرتك يروح على طول يدخل على الموقع بتاع اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه، او الاتصال ب 140. ايوه اللي هو الارضي. وحضرتك باذن الله ياخد بياناته ويتجه. وزاره الداخليه والجيش بتاعنا عاملين بقى حرم امني على بعد 100 متر من اللجنه. يدخل المهم الطابور يقف فيه، حضرتك هيجد من يرشده للجنه المذكوره. بالنسبه حضرتك للناس اللي هي ذوي الحاجات وكبار السن، حضرتك دول مقدمين على باقي الطوابير. بالنسبه حتى لمن لا يستطيع ان هو يكتب او يؤشر على الاوراق الخاصه بالانتخابات، حضرتك بيقوم رئيس اللجنه بنفسه وهو عضو هيئه قضائيه بان هو بيصطحبه الى المكان المخصص لحضرتك عشان يؤشر على الورقه او يكون معاه مرافق. فهنا حضرتك من البدايه لما
بيدخل حضرتك في اللجنة الانتخابية بياخد ورقتين، الورقة الأولانية هتكون لونها أبيض بإذن الله، ودي متعلقة بمين بقى الأبيض دي؟ بالمقاعد الفردية. المقاعد الفردية دي لازم يحط في اعتباره تماما أن هناك دوائر صغيرة فيها مقعد واحد، أو دايرة متسعة شوية يبقى فيها مقعدين أو ثلاثة أو أربعة. أسماء اللي هم المترشحين على المقاعد الفردية في الورقة الخاصة بيهم ممكن تصل لحد 100 اسم، 50 اسم، 40 اسم. هو يختار الأسماء اللي هو أساسا يرتاح لها، يعني في علاقة شخصية بينه وبين الناخب وبين المترشح. هنا بقى بيجي دور المعرفة، إن المواطن يكون داخل برضو عارف ما هو اللي هو هيختاره واللي هو هيمثله في البرلمان، مين هو الشخص ده. ما هو حضرتك برضو احنا بنصادف في بعض الاحيان مواطن ما يعرفش حد خالص، ما يعرفش حد خالص، بس يسأل مواطن بتطلع حتى للمعرفة. بصي يستفتي قلبه على اقل الامور، يعني لان سعادتك احنا النهاردة على المقاعد الفردية حضرتك مترشح عليها سواء من الاحزاب او اصحاب او مستقلين، فلا بد حضرتك ان هو بالنسبه للمقاعد الفرديه، وهي مصر اساسا مبنيه على الانتخابات الفرديه، فهو لازم يكون عارفه. طب افرضي مش عارفه، يختار اقل الامور انسان يرتاح له، يعلم تماما ان هذا الرجل لا يتجر بمستقبل مصر، لا بنديله الثقة. بنديله الثقة. اما بالنسبة للقوائم الانتخابية فاحنا عندنا طبعا في القائمة بتاعت شمال ووسط وجنوب مصر حضرتك في اربع قوائم، وعندنا كمان بالنسبة لغرب الدلتا عندنا اربع قوائم دون ذكر اسماء طبعا للقوائم يعني، ولكن هو عليه ان هو يختار قائمة واحدة بس، قائمة من الاربع قوائم. هنا بقى يشترط ان هو لما يجي يعلم على الورقة حضرتك، إذا يعني ممكن في بعض الأحيان بنجد إن ناخب مثلا هو مش مقتنع بالكلام ده خالص ويسيب الورقة. لا، ليه أنا أسيب الورقة فاضية؟ ما أنا هيبقى فيه بطلان للورقة دي، أعمل إبطال للصوت بتاعه. يجب عليه إن هو يحط الصوت بتاعه في المكان المناسب. طب افرضي حضرتك برضو إن واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب، لا، في رموز. في رموز، وهنا في الرموز بقى بالنسبة للمقاعد الفردية من المفترض ان هو يكون عارف الرمز اللي هو هيعلم قصاده. فلو كانت اللجنة فيها ثلاث مقاعد يجب عليه ان يلتزم، ودي موجودة في الورقة ان هي في ثلاث مقاعد، ده كله في الورقة البيضاء اللي هي متعلقة بالمقاعد الفردية. كذلك ما يعلمش أزيد من العدد أو أقل من العدد. بالإضافة لكده في ناس حلوة قوي يعني بتحب مصر فتعلم وتقول بسم الله ما شاء الله أهلا وسهلا، بس ما يعلمهاش في الورقة دي. يكتب اسمه تزكية يعني، يقول تحيا مصر، يقول مصر حرة، يقول أي، يقول له اللي عايز، ما يكتبش الكلام ده، هي علامة صح. في ناس بتاخدها الوطنية قوي بقى فيكتب حاجة زي دي ومش في باله خالص إن هو يعني دي تكون حاجة بتؤدي إلى بطلان صوته. ما هو هنا حضرتك برضو هتجد الوطنية دي نابعة من إيه بقى حضرتك؟ من اللي هو القصد. القصد يعني هتجدي ان اللي هو بيحب مصر وبيقول الكلام ده لان هو حبيبها، هو ما عندوش قصد جنائي، لا يقصد ان هو يسقط صوته، لكن هو بيعبر عن نفسه. ولكن هناك اخرين بيقصدوا الاساءة، بيتعمدوا، يبقى هنا ادي ابطلنا الصوت. كذلك ما يجيش على ظهره ويقشر. اما ادخل في القوائم برضو نفس الحكاية. القوائم بالمناسبة الورقة بتاعتها لونها اخضر، وبإذن الله هتكون سنة خضراء دي اللي هي بإذن الله، دي اللي هي بالنسبة للناخب ذاته اللي هو داخل بالنسبة للورقتين. لكن في جرائم أخرى اللي هي جرائم الانتخابات، وجرائم الانتخابات دي البعض منها يرتكب داخل اللجنة، والبعض منها يرتكب في أمام باب اللجنة، والبعض الآخر في الشارع قصاد باب اللجنة. بقى نتكلم عن جرائم الانتخابات، ولكن عايزة أفكر الناس كده بشكل سريع عن انتخابات امبارح وبرضو عن الانتخابات النهاردة. بيتوجه النهاردة الناخبون في 14 محافظة لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتي تجرى على مدار يومين.
تشمل المرحلة الأولى محافظات الجيزة والفيوم، بني سويف، المنيا وأسيوط، الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. من جانبه قرر الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم الفني اعتبار يومي الأحد والاثنين 18 و 19 أكتوبر الجاري أجازة لجميع المدارس في 14 محافظة واللي بتجرى فيها الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية. أيضا بيواصل اليوم الأحد المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مقار 139 سفارة قنصلية مصرية بالخارج. يبدأ التصويت في الخارج في 9 صباحا وحتى 9 مساء حسب توقيت كل دولة. وقد أعلنت وزارة الخارجية أن اليوم الأول من عمليات التصويت في الخارج قد شهد حتى الآن إقبالا متوسط دون وجود أي معوقات. من جانبه أشار السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية إلى وجود قاعدة بيانات واحدة بالنسبة لجميع المصريين، موضحا أن أي مواطن مصري سيتقدم ببطاقته الشخصية أو جواز السفر المميكن سيتاح له التصويت. في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع الشعب إلى الاحتشاد للجان الانتخاب لاختيار ممثليهم في مجلس النواب لتنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، أوضح الرئيس السيسي أهمية الاستحقاق البرلماني الذي سينتج مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي وصوت الشعب، مشيرا إلى أن المجلس الجديد سيكون أمام العالم انعكاسا لإرادة المصريين القوية ويمثل ضمير هذه الأمة ونبض أبنائها وحسن آمالها وتطلعاتها. كما وجه الرئيس بتوفير كافة السبل اللازمة لتيسير إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم بحرية كاملة والعمل على ربطهم بالوطن الأم، وذلك خلال اجتماع الرئيس بوزير الخارجية سامح شكري. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير عن انتشار جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية في اللجان العامة والمراكز الانتخابية وأيضا اللجان الفرعية لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وأوضح المتحدث أن أكثر من 185 ألف مقاتل من القوات المسلحة قد انتشروا في 103 لجان عامة و 5460 مركز انتخابي و 13485 لجنة فرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين الناخبين بالمشاركة مع قوات الشرطة المدنية خلال إدلائهم بأصواتهم في انتخابات البرلمان والمقررة اليوم وغدا. يأتي هذا في حين تسلمت قوات الشرطة مقار اللجان الانتخابية في 14 محافظة، حيث تم توزيع القوات المكلفة بتأمينها وتمشيطها بواسطة خبراء المفرقعات. أكدت وزارة الداخلية استعدادها الكامل لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة جيم وتسيير دوريات الأمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان والمقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، هذا فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة. مشاهدينا، دي كانت بعض الأخبار السريعة عن الانتخابات البرلمانية سواء داخل مصر أو خارج مصر. اسمحوا لي أن أنا أكمل مع حواري مع المستشار حسني السيد مرة أخرى. سيادة المستشار، كنا بنتكلم عن الجرائم اللي بترتكب سواء داخل اللجنة أو خارج اللجنة، حضرتك كنت بتقولي بعض هذه الجرائم، اتفضل. هو كان قبل كده في عندنا جريمة من الجرائم اللي هي الورقة الدوارة. بمعنى إيه الورقة الدوارة دي؟ إن واحد بيدخل بورقة مصطنعة، يبقى هنا في عملية تزوير أو تكون الورقة حقيقية، وبياخد الورقة دي سعادتك وبيدخل بيها الناخب أثناء ما طبعا هو لما بيدخل بيقدم بطاقة الرقم القومي عشان اللي هو
القاضي اللي هو بيشرف على اللجنة يطلع على البطاقة بتاعته، فبيديله بناء على كده الورقتين الخضراء أو البيضة، فبيدخل هو أثناء عملية الإدلاء بصوته بيطلع الورقة اللي كانت بيطلع معاي. الورقة اللي هي معاه، اللي هي أساسا متعلم عليها من برة، متعلم عليها من برة، وبيحتفظ بالورقة اللي هي طبعا إيه الجديدة خالص عشان يخرج يديها لآخر نظير مبلغ. هذه دي جريمة من الجرائم اللي بيعاقب عليها بعقوبة السجن. لأن هنا في يعني حضرتك هو سرقة ورقة أو تزويرها أو طباعتها واستخدامها، فبيشكل جريمتين مع بعض بهدف جنائي واحد، فسعادتك بيترتب على كده عقوبة شديدة. طبعا احنا ما بنطعنش، بنقول ان الانتخابات بإذن الله يعني يكون فيها أي حاجة، لا، لأن الرقابة القضائية مشديدة جدا. وحضرتك ما اعتقدش ان الانتخابات البرلمانية الحالية هيكون فيها الصورة اللي انا قلتها من الصور، بيبقى في طبعا استفادة من اي خبرات سابقة سواء كانت سلبية او ايجابية، بيبقى في استفادة منها، فبالتالي اكيد مش كذلك ده بالنسبة جريمة بتحصل برة وبتستمر لحد ما يدخل اللجنة فيضبط داخل اللجنة او برة، يبقى هنا ادي جريمة الاماكن بتاعتها متعددة ولكن القصد الجنائي والهدف الباعث واحد. كذلك برضو حضرتك عملية طباعة الورقة البيضاء او الخضراء برضو دي بتشكل جريمة، استعمالها يشكل طبعا دون موافقة الجهات المسؤولة بيشكل جريمة. حضرتك داخل اللجنة المفروض ان هو بيدخل يؤدي واجب قومي عليه، ولكن حينما يريد إثارة البلبلة وانه يحتك برئيس اللجنة او موظفي اللجنة اللي هم المعاونين، فحضرتك ده يشكل جريمة من الجرائم الانتخابية برضو. كذلك حضرتك ان هو يلجأ الى التهديد والترويع والتخويف داخل اللجنة، طبعا قد يكون حاملا لسلاح او آلة او ويستخدمها للتهديد او الترويع، فحضرتك ده بتشكل جريمة. الاعتداء على كذلك برضو خطف الصندوق بتاع الانتخابات دي جريمة داخل اللجنة ذاتها، ومحاولة الاستيلاء عليه برضو حينما يلتقي بآخر وهو متوجه للجنة الانتخابية ويحاول ان هو يثني عن الذهاب، تشكل جريمة، ودي المكان بتاعها خارج اللجنة خالص. حضرتك ان هو يحاول يثني عن الدخول للجنة او ان هو يؤثر على رأيه يقول له والله لا او والكلام ده يؤثر على، او ان هو يتعامل معاه برشوة مادية. حضرتك جرائم الرشوة الانتخابية كل دي جرائم واضحة وصريحة، عدا جريمة الرشوة، عدا جريمة الرشوة الانتخابية لان هي بتكون في الخفاء ويتم التوصل اليها عن طريق الابلاغ. كذلك برضو حضرتك محاولة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة سواء كانت خارج اللجنة او داخل اللجنة، تشكل جريمة من جرائم الارهاب والعقوبة تصل لحد السجن. فالسجن طبعا اللي هو انا بقول قد تصل العقوبة في بعض الجرائم مش السجن البسيط، ولكن قد تصل الى السجن المشدد. كذلك برضو حضرتك من الجرائم التي ترتكب الاعتداء على وسائل النقل العام، السيارات التي تقوم بنقل الناخبين الى المقار عشان يدلوا برأيهم في الانتخابات، ده بيكون من قبل ناس مش عايزة العملية الانتخابية تسير بشكل صحيح أو تستكمل أيضا أصلا. هو حضرتك طبعا مفيش حد أبدا بيكون محبوب بنسبة 100% ولا مكروه بنسبة 100%، هناك مؤيد ومعارض. البرلمان ذاته لو لم تكن هناك معارضة قوية ما يكونش عندنا برلمان قوي، برلمان بدون معارضة ما يبقاش برلمان، اختلاف الأراء. ولكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فيجب علينا كلنا ان احنا نتكاتف نجتمع في يد واحدة عشان نوصل المركب للمرفق بتاعها، وبعدين عشان تدور العملية. كذلك برضو عملية سعادتك اللي هو يحاول سعادتك برضو ان هو يعمل بلبلة خارج اللجنة. ازاي البلبلة دي بتحدث خارج اللجنة؟ هو واقف في طابور
ولكن حضرتك واحد زق وواحد جابه شمال واحد جابه يمين. انا حضرتك في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت كان ورايا على طول بحوالي 3 أو 4 أو 5 السيد رئيس الوزراء ابراهيم محلب في الدايرة اللي انا كنت بدلي بصوتي في المعادي فيها، يعني كان رئيس الوزراء واقف الالتزام بالنظام، الناس عرضوا عليه ان هو يتقدم، الناس رفض. ولذلك حضرتك ان هو اذا كان المسؤول ذاته بيلتزم وبيقف في الدور فيجب على المواطن ان هو يؤدي واجبه. وانه تعالي بقى حضرتك، اولا ربما بعض الناس عندها غرض أو باعث على وضع العقبات في تحقيق الخطوة الثالثة. هنا أنا عايز أقول حاجة، إن هي طبعا هنا هو الجرائم حضرتك سواء خارج اللجان أو داخل اللجان أو حتى على مقربة منها في أي محافظة، فالجرائم دي الغرض منها بيكون تقويض أو تعطيل دولة بأكملها بأسرها. أنا النهاردة الناس دي لو ما راحتش عشان تنتخب أعتقد أن البرلمان مش هيكون معبر عن إرادة الشعب. دي نقطة فعلا تانية كنت عايزة أتكلم فيها يا فندم. أيوة، بس اسمح لي عايزة أطرح سؤالي يمكن يكون على بال مصريين كتير. لو واحد رايح ينتخب والبطاقة بتاعته انتهت، ده في الحالة دي بيعمل إيه بقى؟ اولا القانون الانتخابات او قانون ممارسة الحقوق السياسية والتعليمات اللي هي صادرة من اللجنة العليا للانتخابات بتستعمل البطاقة اللي هي الرقم القومي دي المنتهية، حتى لو هي منتهية حتى لو منتهية، او حتى جواز السفر اللي هو يستخدم برضو اللي فيه الرقم القومي ده. حضرتك مش هنا بس، ده برضو في الخارج برضو لو كانت البطاقة بتاعة الرقم القومي منتهية بيؤخذ بيها، لان احنا الهدف هو تحقيق غرض سامي وهو الانتهاء من الخطوة الثالثة من خارطة الطريق البرلمان. مصر عايزة تتحرك في الواقع يعني، فما نقدرش نعيق الموقف عشان بطاقة منتهية يعني. تمام، اسمح لي يا فندم نروح مع بعض لمشاهدة بعض آراء بعض المصريين حول الانتخابات البرلمانية والمشاركة في هذه الانتخابات. خليكم معنا وهنستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. والله دي حاجة أساسية طبعا إن شاء الله يعني البرلمان إن شاء الله اللي هو 2015 الأعضاء مجلس الشعب إن شاء الله إحنا عايزين التغيير يكون في الدولة بتاعتنا الاستمرار زي ما إحنا غيرنا، عايزين نغير إن شاء الله ويبقى في فرصة للشباب، الشباب إن شاء الله يقدموا لأعضاء مجلس الشعب نديهم الفرصة، وأتمنى من الشعب المصري كله ينزل يشارك برأيه عشان يبقى في ديمقراطيه وفي حياه كبيره يعني ان شاء الله، ويبقى في مستقبل كبير لبلدنا مصر. كل حاجه فاتت خلاص لازم نمحيها، احنا بنبدا حياه جديده، يعني اقتصادنا بلدنا وضعنا لازم يبقى يعني هو اللي قصادنا دلوقتي. دور على الشخص اللي يمثلك، دور على الشخص اللي انت ترتاح له نفسيا، مش مشكله انك تختار مين، مش مشكله ان يكون ده معروف او غير معروف، دور على شخصية تحس ان هو مش مقصود من دخوله مجلس الشعب ان هو عايز يكتنز لنفسه، عايز يدور على مصلحة لنفسه، ما يبقاش هو ده مجلس الشعب. لا شك ان الشعب مهم جدا ان يؤدي دوره بالنزول لاختيار اعضاء البرلمان القادم، لكن لابد ان يكون عنده معايير هذا الاختيار، يختار العضو الوطني الحقيقي، ما يكونش عضو من لصوص الاعمال ولا رجال الاعمال ولا له مصلحة خاصة، يختار الصادق الأمين اللي زي سيدنا محمد كده، يختار الشخص العليم ببواطن الأمور القادر على العطاء اللي ملوش مصالح شخصية اللي مش جاي عشان الحصانة، يختار الشخص الوطني القابض على الجمر الذي يريد مصلحة الوطن وليس مصلحة فئة معينة ولا فريق معين. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة أخرى، هنستكمل حوارنا عن الجهة القانونية أكثر في التصويت وإزاي يكون صوتك صحيح في اختيار النائب المناسب. استكمل مع حضرتك يا فندم، عايز أتكلم عن الدعاية.
في نعم. هذا اليوم نعم. عايزه اعرف الدعايه هل يجوز للمرشحين ان هم يقوموا بها خلال العمليه الانتخابيه؟ هو مش حضرتك عملوا الدعايه الانتخابيه وسعادتك وصلنا لمرحله الصمت الانتخابي. النهارده بقى ما بقاش فيه الدعايه الانتخابيه بالقدر اللي هو الهدف منه ان احنا نرشد الناخبين لاماكنهم عشان يدلوا باصواتهم. المفروض يعني ان فتره الدعايه الانتخابيه انتهت. يعني النهارده احنا طبعا الطبيعي ان احنا بنشوف الناس بتعمل دعايه انتخابيه، ولكن هي الدعايه الانتخابيه بداية فترة الصمت الانتخابي وبعد كده بتتفرغ بقى. دي يعني نقدر نقول بقى بتبقى مخالفات في أثناء يعني العملية الانتخابية. هي حضرتك لا تشكل مخالفة طالما ان هو لم يتجاوز السقف بتاع الانفاق، ولكن هي تعتبر مخالفة لتجاوزها لسقف الانفاق سواء كانت بالنسبة للمقاعد الفردية او القوائم. فإنما ما فيش ما يؤسم أو يجرم على إنه يعمل دعاية انتخابية بس لا تصل لحد التظاهر. ما أنا بقى كنت أقصد الدعاية بالشكل ده، يعني يجي مثلا بره اللجنة الانتخابية وبيدعو بقى الناس إن هي تنتخب نائب معين بطريقة ما مثلا بإقناع بقى الناس. لا هي حضرتك يمكن إحنا بنشوف الكلام ده فين بقى؟ في الجامعات مثلا أثناء الناس داخلة تدلي بأصواتها يوزعوا، لكن في الانتخابات البرلمانية ما بيحصلش الكلام ده لأن هي انتهاء الفترة بتاعة الدعاية الانتخابية تنتهي بفترة الصمت الانتخابي. بعد كده حضرتك هو ممكن يعني حتى حضرتك هتبص دلوقتي مش هتلاقي وسائل اعلام بتعمل دعاية انتخابية، خلاص انتهت. حضرتك برضو امام اللجان مش هتلاقي الدعاية الانتخابية، لكن هل تعتقدي ان الناخبين يعني هيناموا ويسكتوا النهاردة؟ ابدا. لا طبعا. ده هم ما ناموش في فترة الصمت الانتخابي. يعني فترة الصمت الانتخابي اللي يجب عليهم كنواب هيبقوا مشرعين في الاخر بقى، يعني يجب عليهم يلتزموا. لا يعني حضرتك 50% منهم كانوا بيمارسوا الدعايه بس في الخفاء بقى، مش معقول ابدا نائب يعني جايب كم مليون عشان يصرفهم وفي فترة الصمت الانتخابي اللي هي فترة التفكير. فترة التفكير لدى الناخب عشان اعرف حضرتك يتامل كده ويفكر ويختار اختيار صحيح هو واثق فيه. ايوه اتامل اعرف الراجل ده هو الراجل ده ونوزع عليا الحاجات دي ليه؟ الراجل ده وعدني ان هو يشغل ابني ليه؟ الراجل دون اداني فلوس ليه؟ جايز انا محتاج. هو الراجل كان يعني عنده رأفة ورحمة ان هو يديني الكلام ده؟ لا، لازم الناخب يعلم تماما ان علاقة احنا بنمارس ديمقراطية برلمانية. بمعنى ايه الديمقراطية البرلمانية؟ وهي تختلف عن الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة. الديمقراطية المباشرة ان الشعب يمارس حقوقه السياسية بنفسه دون وسيط بينه وبين هو الشعب ذاته بيبقى الحاكم وهو الشعب ذاته هو المحكوم. أكيد. اما الديمقراطية غير المباشرة هو ان يتنازل الشعب عن بعض حقوقه لنواب ويحتفظ بالحق الاخر، فيكون من حق الناخب في الوقت ده ان هو يعمل ايه؟ انا مش راضي عنك في البرلمان، اجتمع بعدد معين واقول لا حضرتك لا تصلح ان تكون، اعزلك. ده انا احل البرلمان، لكن دي اللي هي الديمقراطيه غير المباشره. انما الديمقراطيه البرلمانيه هي ان احنا مش بنتنازل عن حقوقنا، احنا بنحتفظ بحقوقنا كلها، ولكن فوضنا او وكلنا النواب بتوعنا ان هم يتكلموا باسمنا يتكلموا باسمنا في البرلمان في مواجهه سواء الناحيه الداخليه او الخارجيه. لذلك عضو البرلمان سعادتك لا ينوب عن دائره، لا ينوب عن دائره، ولكن ينوب عن مصر باكملها. اكيد طبعا. بعض البلاد
لما انا بستغل الديمقراطية غير المباشرة في بعض الاحيان، يعني لما تيجي تنفصل الدولة، هفترض ان دولة يقتطع منها جزء، يتقدم النواب باستقالة ولا ما يتقدموش؟ لا ما يتقدموش، لان النائب هو مش عن الدائرة اللي تم استقطاعها، النائب نائب عن مصر. كذلك هنا لازم يفهم المواطن المصري مفهوم ضروري ان هو يفهمه، ان هذا النائب اتوجد في البرلمان مش عشان مصلحة الدائرة، في حالة مصلحة الدولة في حالة ان مصلحة الدولة تتعارض مع مصلحة الدائرة يبقى اقدم مصلحة الدولة. مصلحة الدولة مقدمة على مصلحة النائب ذاته. ولذلك حضرتك هنا احنا في مرحلة تالية بإذن الله هيكون عندنا انتخابات المحليات، وهي الخطوة الثالثة. وعلى فكرة بالمناسبة الانتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية والرئاسية دي من التشريعات المكملة للدستور اللي أشار سيادة رئيس الجمهورية إليها، اللي يجب على البرلمان القادم أن يتصدى ليها. أكيد. يدخل طبعا طيب. في ضمنها قضاء القوانين الخاصة بالهيئات القضائية والسلطة القضائية والأحزاب. وبإذن الله لابد أن يعلم أن المواطن أنه هو حينما يوكل أو يفوض نائب عنه في البرلمان، إذا خد من النائب ده حاجة هو مش هيشوف النائب، هي مرة واحدة. النائب ده هيلتقي بيه بإذن الله بقى ها بعد 4-5 سنوات. إمتى 5 سنوات؟ لما يرشح نفسه. بس هنا البرلمان القادم اللي جاي اللي احنا فيه ده أخطر برلمان في تاريخ مصر، ولكن ربما يكون الأفضل منه البرلمان اللي حياليه بإذن الله. ليه؟ عشان الوصول للنضج السياسي، لأن هذا البرلمان تجربة تبقى نجحت، تجربة ناجحة، الاختيار يبقى موفق ولكن هتكون بداية لبرلمان قادم، برلمان طيب. قادم يمارس السياسة بالمعنى الصحيح للديمقراطية وللحرية وعدم الوقوع في المهاترات أي أخطاء سابقة أو الأخطاء. طب اسمح لي سيادة المستشار، قبل ما أتكلم عن مرحلة الفرز عايز أتكلم عن صلاحيات وكلاء المرشحين داخل لجان الانتخابية. هو ما هي هذه الصلاحيات؟ هو حضرتك من الصلاحيات بتاعته المتابعة، يتابع، هو ما يتدخلش، يعني مش من صلاحياته أنه هو يمد إيده ويشوف الورق، ومش من صلاحياته أنه هو يتكلم، لا متابعة من بعيد لبعيد، متابعة فقط أكتر. داخل اللجنة متابعة في الفرز، حضرتك يتابع، يعني يمسك ورقة وقلم معاه كده، يعرف ده وصل لإيه، ده وصل لإيه، الأعداد هنا إيه والأعداد هنا إيه. يبقى هنا ملوش تدخل، لو تدخل يبقى في الحالة دي من حق رئيس اللجنة إن هو يقول له إحنا متشكرين جدا حضرتك، لو تسمع خليك على جنب كده. إنما هو من حقه بعد عملية الفرز إن هو ياخد مش يعلنها، لا هو بياخد النتائج وفقا للتقديرات اللي وصلت، لكن لا يجوز لأي كائن من كان ان هو يجي ويعلن النتائج الانتخابية. عندنا مرحلتين يا أستاذة، احنا ما نقدرش نعلن، بصي حضرتك ما نقدرش نعلن النتائج بتاعت المرحله الاولى قبل الانتهاء من المرحله الثانيه. اكيد طبعا، ما هم الاثنين بينضموا على بعض. أيوة، في الاخر ان ده هيأثر. الانتخابات بتاعت العاملين في الخارج هي خطوه جميله جدا، ان احنا بدأنا نعمل وزاره خاصه بيهم. البعض بيقول لك ليه احنا نعمل وزاره خاصه للعاملين بالخارج والهجره؟ هم هيجوا زي البرلمان، هيحضروا ازاي؟ امتى يا فندم بيقرر يبقى في اعاده لهذه الانتخابات؟ بص حضرتك وعمليه الفرز برضو سريعا، يعني انا عايزه بس بشكل سريع عشان نكون ايه جاوبنا على كل اسئله. هي عمليه احنا دلوقتي بالنسبه للقوائم هنتكلم اولا على القوائم. القوائم دي حضرتك انت بتتعاملي مع نظام قوائم مطلقه مغلقه، يعني انا باخد القائمه من A to Z، فيها القائمة دي 45 واحد اللي هي تبدأ من الجيزة لجنوب الصعيد، يعني شمال ووسط وجنوب الصعيد 14 محافظة. أنا باخد القائمة دي، القائمة دي عدد المترشحين عليها 45،
45 اسم. سواء بقى لابد طبعا القائمة دي تتضمن الفئات اللي هي مستثناء اللي اتعملت القائمة أساسا عشانها. يعني احنا عندنا النساء والشباب وذوي الاحتياجات والمسيحيين والعاملين في الخارج والعمال والفلاحين. تمام. احنا عملنا سبب ان الدولة فعلا لجأت لهذا ليه؟ حتى تمكن الشباب من الوصول للبرلمان وانها تحط المرأة في المكان المناسب بصفتها هي الوقود الذي اشعل الثورتين وشاركة واصبح عندنا النهاردة ومن مدة من عقود عندنا حكمة ابو زيد كانت وزيرة عندنا وزراء باذن في ممكن تصل المرأة النهاردة لكافة المجالات عدا رئاسة الجمهورية لان الدستور لسه ما حددش الحتة دي. ولكن سعادتك ده معمول عشان الناس دي اللي هي المستثناة. فهنا حضرتك الاحزاب دي اللي هي او الائتلافات اللي عملت القوائم دي طبعا هذه الائتلافات عشان تبقى قوية داخل البرلمان لابد ان تكون الائتلافات انتخابية سياسية، لكن ائتلافات انتخابية فقط ينفرط عقدها داخل البرلمان ولا تؤدي الى الاغلبية المطلوبة. ولكن هنا دعموا الحكاية دي بايه سعادتك؟ ان هم حطوا على المقاعد الفردية ان يجوز للاحزاب ان هي تدخل هذه المقاعد يعني تترشح عليها. فلذلك هنا حضرتك لما المقاعد دي احنا كنا بنقول ايه السؤال اللي حسب انت كنت بتكلم عن الفرز ولو في اعاده بتبقى بتقرر ازاي؟ ايوه حضرتك. فهنا لو القائمه دي لازم تاخد الاغلبيه المطلقه دي صراحه ان انا اقول لك احنا وصلنا لايه يعني معلش معذره انا اصلي يعني اندفعت الكلام كمان في اليوم حاجات كتير واجوبه كتير عايز تقولها للناس يعني صح كده. فحضرتك هي القائمه دي لابد ان تحصل على الاغلبيه 50+1 فاذا تساوت القائمتان يبقى في اعاده. لما يكون بقى هنا يعني مثلا انا 50+1 دي اغلبيه مطلقه اللي هو يبقى 51 يبقى عندي قائمه ثانيه 49 خلاص. لو كانت القوائم دي نسبيه تفرق بقى تفرق لان هاخد من هنا 3 هاخد من هنا 2 هاخد من هنا 1. بالنسبه للمقاعد الفرديه الاعاده تحصل برضه في حاله عدم لكن في الإعادة لو أنا عندي 2 مرشحين يبقى لازم الإعادة مع 4. لو أنا عندي 3 مرشحين يبقى لازم الإعادة على 6 أشخاص عشان يعني يا رب نكون جاوبنا على أسئلة كل المواطنين. طبعا على مدار اليوم برضو هنكون مستمرين. مستشار حسني السيد المحلل السياسي والمحامي بالنقد بشكر حضرتك على وجودك معنا هنا في الاستوديو. أنا اللي شاكر لسعادتك وشاكر للمشاهدين وبشكر مصر كلها النهاردة بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام زي ما وعدناكم هنكون معاكم لحظة بلحظة على مدار اليوم إن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. ولكن بعد الموجز هنتابع مع بعض وهنستكمل هذا الصباح. ابقوا معنا.